صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم تا خير. كيف ما كتشوفوا معايا خبز ديال الشعير صابتو البارح، جا واعر صراحه. هاد المره نديرو معاكم دابا غادي نصب صراحه الدجاج، غادي نديرو تولا غندير كسكسو تولاتي بالدجاج البلدي اللي كيجي رائع، اكثر من رائع. تبعوا معايا الخطوات، واخا ما غاديش ندير يعني داكشي، كلشي كيعرف يفور، كلشي كيعرف المهم غير ما قل ودل وصافي، باش ما يطوالش الفيديو. كيف ما كتشوفوا الدجاج ديالي راه درت عليه البصله والربيع، وغندير عليه العطريه اللي هي الملحه والبزار والضامة ديال الزعفران وشويه ديال السكنجبير، لا اقل ولا اكثر. شويه ديال الزيت، ما نكتروش الزيت راه غلا، وشويه زيت العود، وواحد شويه ديال الشحمه السمن، والشحمه اللي انا مدوبه كنستعملها بزاف في الطاجين ولا هذا، يعني من العيد الكبير ولات راه دارتها عندي فيديو ديالها، دارتها معكم كتنفع الصراحه. كنت درت جوج ديال الاشكال، دوبت كلشي ولكن قسمتها على جوج، وحده درت فيها العطريه كنديرها في مسمن ديال الشحمه، وهذه كنديرها هكا معلقه في الطاجين صافي. غادي نرد الطنجره ديالي تشحر لان الدجاج بلدي كيشطيب، غنديرو في كوكوط بوحديتو. عاد من بعد غادي نمشي نقي الخضره ديالي اللي قليله، لاننا حنا غير بعضياتنا كاينش الخضره بزاف، كتبقى غير كتضيع صافي. غادي نقي الخضره بعد ما نقيت الخضره ديالي، وكنرمي انا كلشي في خطره باش كلشي كيطيب، وما كت حاجه ما كتهرى، كندير كلشي في خطره. المهم دابا انايا مازال ما درتش الخضره، تيطيب اللحم تطيب الدجاج، عاد غادي نحولو للبرمه وندير عليه الخضره. هذا كسكسو تولاتي اللي كيتكون من الذره والشعير والزرع، اللي كيجي اكثر من رائع. كيف ما كندير بعض المرات خماسي اللي كنزيد عليه سميده، كنزيد عليه السميده وكنزيد عليه مرسيطة، وكنزيد عليه فليو، هذاك دائما تنديرو في حل بارد. المهم درت لي شويه ديال الزيت، بسستو في الزيت، وشويه غادي ندير ليه الماء والملحه ونخليه يرتاح شي شويه حتى يجي الوقت اللي غادي ندير نقلب كلشي في البرمه، وعاد غادي نبدا نفور. كلشي كيعرف ان كسكسو كنديرو ليه 3 ديال الفورات، ولا كانت البلبوله غليظه ولا كان كسكسو غليظ كنقدروا نزيدوه حتى الرابعه. المهم هادشي اللي كاين. بعد ما طاب الكسكسو ديالي هو هذا، وسقيتو ومشهيتكم، واحد الريحه طالعه غزاله غزاله كتشهي، وجمعه مباركه للجميع يا ربي.